يعني غارات قوية، عدة صواريخ من الطائرات الحربية الإسرائيلية في آن واحد، نلاحظ هذه السحب الدخانية التي تتصاعد في سماء القطاع بالتحديد غرب مدينة غزة، هذه الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي نلاحظها في هذه اللحظات، ونستمع إلى صوت سيارات الإسعاف وهي تقترب من المكان. إذا غارة إسرائيلية بعدة صواريخ من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي قام الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء باستهدافها لهدف جديد بالتحديد في شارع الشفاء في هذه اللحظة. لا نعلم ماهية هذا الهدف الذي أرادت طائرة الاحتلال الإسرائيلي أن تغير عليه بهذا الكم الهائل من الصواريخ الحربية من طائراتها التي لا زالت تحلق حتى هذه اللحظة في سماء القطاع. هذه هي الغارة الأقوى والأقرب منذ صباح هذا اليوم في المنطقة التي نتواجد فيها، وهي أيضا قريبة من مجمع الشفاء الطبي، ولكن على أي حال حتى هذه اللحظة نحاول الوصول إلى معلومة عن هذا الخبر، عن هذا أو هذا الاستهداف الأخير الذي قامت به طائرات الاحتلال الإسرائيلي. الحديث الأول بأنه على أطراف مخيم الشاطئ، على أطراف مخيم الشاطئ ما بين مجمع الشفاء الطبي ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. إذن هي غارة جديدة سينار في هذه اللحظات. هل هي غارة عشوائية محمد؟ ولكن نستمع، يعني أم تستهدف مناطق معينة وأهداف بعينها؟ لا، يعني سينار يمكن القول بأن هذه الغارة هي موجهة لهدف معين بشكل متتال وسريع. كانت طائرة تقذف بحمم صواريخها على هدف ما. كافة الصواريخ التي أطلقتها هذه الطائرة الإسرائيلية كانت على منطقة واحدة. نلاحظ هناك تطاير لبعض الشظايا الذي نتجت عن هذه الغارة، وصل إلى ما نحن نقف فيه الآن ما بين الشظايا والغبار الذي لا زال حتى هذه اللحظة يصل إلينا. شباب تعالوا ارجعوا هيك يا شباب، يعني لا زالت حتى هذه اللحظة نلاحظ الدخان وبعض من الشظايا التي لا زالت تصل إلى مكاننا في هذه اللحظات. يا سعيد تعالوا هنا شباب، لا تزال هذه الشظايا سينار تتطاير جراء هذه الغارة الإسرائيلية. نحاول معرفة، يعني هناك حديث بأن المستهدف هو مسجد، ولكن نحاول أن نتأكد حول هذه المعلومة. الآن السحب الدخانية في هذه اللحظات هي التي تخيم على سماء القطاع، الدخان، الغبار، رائحة البارود المنبعثة. الآن رشقة صاروخية في نفس اللحظة، موجود رشقة صاروخية في هذه اللحظات سينار، ونستمع إلى صوت هذه الرشقة ونستمع إلى صوت القبة الحديدية وهي تحاول اعتراض هذه الرشقة الصاروخية. نستمع إلى صوت سيارة الإسعاف أيضا تهرع إلى مكان الاستهداف الأخير. رائحة البرود هي التي باتت بديلا عن أي هواء يمكن استنشاقه في
مدينة غزة، رائحة البارود والغبار لا زالت تنبعث في هذه اللحظات سينار جراء هذه الغارة القوية والقريبة جدا، لدرجة أن بعد ثوان كثيرة من هذه الغارة استمر تطاير الشظايا على مسافات بعيدة جراء هذه الغارة الإسرائيلية. إذن سينار، لا أعلم إن كنتم تسمعون الآن، ولكن الغارة الأخيرة هي صحيح هي استهداف لمسجد السوسي بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. هذا المخيم الذي حظي الليلة الماضية بوابل كثيف من صواريخ الاحتلال الإسرائيلي، وكان هناك انتشال عدد كبير من جثامين الشهداء وأيضا الإصابات من تحت الأنقاض. الآن الاحتلال الإسرائيلي يعود على ذات المخيم باستهدافه لمسجد السوسي في هذا المخيم، وهو مخيم للاجئين ويعد من أكبر المخيمات، مخيمات اللاجئين في قطاع غزة. نعم، سيارات الإسعاف وصلت المكان في هذه الأثناء.